مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في المواقع المحلية عدن الغد ينشر وثيقة تقاسم قادة الحزام الأمني أراضي المدينة مع جمعية وهمية. في الشرق الأوسط ومن الصحافة العربية، رئيس دولة عربية يتخلى عن الجنسية الأمريكية. وفي البي بي سي الأخبار المنوعة، حالة استنفار في بريطانيا بحثا عن نحلة قادمة من الخارج. مرحبا بكم. نهب المنازل والبسط على الأراضي، هذه هي مشاكل العاصمة المؤقتة، وجميع التحركات في عدن تدور حول أرض أو مبنى. ووفقا لموقع عدن الغد، وثيقة كارثية لتقاسم أراضي عدن بين جمعية وهمية وقيادات من الحزام الأمني بعدن. وقال الموقع، تتضمن الوثيقة اتفاقا على تقاسم الأراضي بالنصفين في عدن بين الجمعية وقيادات الحزام الأمني. وتؤكد هذه الوثيقة أن القيادات الأمنية باتت مشاركة رسميا في عمليات نهب الأراضي بعدن. ويتضمن الاتفاق بين هيئة رعاية أسر الشهداء وقيادة ألوية الدعم والإسناد في الحزام الأمني أن تقوم الهيئة بمنح 50% من الأراضي التي تدعي ملكيتها مقابل توفير الحماية الأمنية. ويعني هذا الاتفاق طبقا للموقع أن قيادات الحزام الأمني ستحصل على مساحات شاسعة من الأراضي دون وجه حق. في المصدر أونلاين، عنونت الصحيفة، الحوثيون يودعون 45 ضابطا وجنديا السجن في إب تمهيدا لمحاكمتهم بتهم بينها القتل والتمرد. وكشفت مصادر مطلعة عن مساع حوثية لمحاكمة عشرات الجنود والضباط بتهمة قتل قيادي حوثي بمحافظة إب وسط البلاد. وقالت مصادر للمصدر أونلاين أن ميليشيا الحوثي أودعت السجن المركزي بمدينة إب العسكريين بينهم ضباط عقب المواجهات التي شهدتها المدينة نهاية يونيو الماضي، بخلافات بين قيادات وأجنحة الميليشيا الحوثية بالمحافظة، والتي سقط خلالها قتلى وجرحى بينهم القيادي الحوثي إسماعيل سفيان والمعين من قبل ميليشيا الحوثي وكيلا للمحافظة. وأضافت المصادر بأن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في إب وبعد إيداع الجنود والضباط أو ضباط السجن تطالب النيابة بمحاكمتهم بتهمة القتل والتمرد وتفجير الأوضاع في محافظة إب. وعمل الجنود والضباط تحت إدارة القيادي الحوثي عبد الحافظ السقاف، والذي كان يشغل منصب مدير أمن محافظة إب حتى نهاية يونيو الماضي، حيث خاض موالون له اشتباكات مع مسلحين قبليين يتبعون القيادي الحوثي إسماعيل عبد القادر سفيان. ويواجه الجنود والضباط عقوبات تصل إلى الإعدام، فيما مسرح الحادثة يؤكد بأنهم تصدوا لهجوم مسلح من قبل القيادي الحوثي إسماعيل سفيان ومسلحيه الذين هاجموا مقر إدارة الأمن القديمة بشارع تعز. الإرهاب يضرب عدن مجددا. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. لا يمكن النظر إلى الأحداث الإرهابية في عدن إلا من الزاوية التي أخذ فيها الإرهاب يتعرى ويخلع ملابسه المتعددة الألوان. أحداث عدن تؤكد أن عصابة الحوثيين الإرهابية هي مشروع تدميري شامل لكل اليمن، وهي جزء لا يتجزأ من المشروع الإرهابي الأشمل الذي ترعاه إيران وأطراف أخرى متعاونة معها في المنطقة. وهي من ناحية أخرى تؤكد أن جذر الإرهاب واحد ودوافعه متداخلة ومتناغمة، وفي اللحظة التي يتوجه فيها نحو الخصم المشترك فإن الآليات التي يدير بها عملياته الإجرامية تعمل وفقا للقانون الخاص العابر لخلافات جماعاته والمتعالي على أيديولوجيتها، ذلك هو قانون المال ومقاولة القتل لأهداف سياسية. الجنوب خاض معارك ناجحة مع جماعات الإرهاب الانقلابيين الحوثيين والقاعدة وداعش، لكن ما يجب تداركه هو أن هذه المعارك لن تتوقف عند جغرافيا بعينها، لذلك يظل هذا النجاح عرضة للمزيد من التآمر فيما لم يتأسس هذا النجاح على قاعدة الهزيمة الشاملة لمكونات هذا الإرهاب على صعيد اليمن بأكمله، فإنه سينشئ تحالفاته لضرب المواقع التي
هزم فيها مستخدما وسائل تنسيق عالية المستوى خارجيا وداخليا لعمل آلياته المتكاملة في العمل الإرهابي وبكل ما يكتنفها من رذائل وقبح. إن تنسيق هذه الأعمال الإرهابية وعلى هذا المستوى بين جماعات تدعي أنها نقيض بعضها البعض هو عمل لا يمكن النظر إليه إلا بأنه يتم برعاية كاملة من قبل أطراف ضالعة في توظيف الإرهاب كإيران وحلفائها في المنطقة. لابد أن يكون هذا الوضع مدعاة لخلق المزيد من الحوافز لهزيمة هذا المشروع الإرهابي بعناصره المشتركة، فالمعركة معه لا تتجزأ في بلد لم يعد أمام قواه الوطنية سوى أن تتماسك بخيارات الناس والدفاع عنها، ففيها روافع القوة التي ستهزم هذا المشروع الإرهابي الطارئ، وسيكون الطريق الآمن نحو غد مستقر لكل اليمنيين. دخول المرأة سوق العمل بإمكانياتها الذاتية في الظروف الحالية أسهم في استقلاليتها وجعلها تشارك في اتخاذ القرار وتحقق ذاتها، هذا ما قاله موقع المشاهد نت في تقرير بعنوان مهن جديدة تمنح المرأة قيادة الأسرة. ويستند الموقع إلى دراسة لمنظمتي أوكسفام وجينكاب بعنوان ديناميات النوع الاجتماعي، أكدت أن مشاركة المرأة المتزايدة في القوى العاملة كان لها آثار إيجابية بتعزيز دورها في اتخاذ القرار الأسري. ووصلت بعض الأسر التي بدأت النساء فيها بكسب الدخل وإدارة الأسرة إلى تحمل الرجال مسؤوليات النساء التقليدية، مما أدى إلى إعادة تقييم الأدوار بين الرجل والمرأة. وعلى الرغم من أن الحرب أوجدت فرصا جديدة لبعض النساء، إلا أنها دفعت أخريات إلى آليات التأقلم السلبية، بما في ذلك الاستدانة والتسول. لجأت بعض الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة لتأمين مدفوعات المهر ولعدم القدرة على الاعتناء بهن. وباتت النساء في بعض المناطق غير قادرات على مغادرة المنزل بسبب المخاوف الأمنية الناتجة عن الحرب، فيما أجبرت بعضهن على الأعمال الشاقة غير الرسمية ذات الأجور المتدنية كتنظيف المنازل وجمع الحطب وغسيل الملابس. أصدرت عشرات المنظمات المدنية بيانا مشتركا تستنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيا الحوثي المتمردة بحق المدنيين اليمنيين. وعنون موقع المأرب بريس 147 منظمة تنتفض في وجه ميليشيا الحوثي. وأدانت المنظمات اليمنية في بيانها ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين، والتي تؤكد تعمدها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر الممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين. وسرد البيان عددا من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بينها مجزرتان دمويتان في مدينة تعز مطلع هذا الأسبوع، والتي أصيب جراءها 7 أطفال وشخص مدني آخر، كما قتل طفلان شقيقان أحدهما 10 أعوام والآخر عام ونصف. واستنكر البيان الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها الميليشيا الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج. وأكد البيان أن حياة الإنسان في اليمن فوق كل الاعتبارات السياسية أو غيرها من الأعذار التي يمكن أن تبرر بها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية مواقفها المتخاذلة تجاه إجرام وانتهاكات ميليشيا الحوثي. ذلك الحزن في عيون الغرباء، تحت هذا العنوان كتبت غادة السمان مقالها المنشورة في صحيفة القدس العربي مضيفة: تقطنني سحابة غم كلما قرأت خبرا عن غرق مركب من مراكب اللجوء للذين اضطروا إلى مغادرة الوطن هربا من حرب أو قمع أو فقر، وسعيا خلف حلم الحصول على حياة كريمة في بلاد حرة. على المهاجرين من الحروب أو الفقر أن يمروا أولا بتجار الموتى الذين يتقاضون منهم ثمن الرحلة إلى نعمة أوروبا ولا يبالون غالبا بشروط السلامة، وتغرق بعض المراكب ويمكن للقليلين الوصول إلى قوارب النجاة التي قد ترفض بعض الدول الأجنبية استقبال راكبيها، وبعدها عليهم تقديم فروض الطاعة إلى البلد الغربي المضيف الذي رضي بهم، ثم البحث عن عمل. ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد على وجه كوكبنا الذي له ذاكرة
ويعرف أنه سيموت. وفي عيون المهاجرين الأثرياء منهم والفقراء حزن سري لأنهم سيموتون في الغربة. هنالك أيضا مهاجرون بخمس نجوم، أي الأثرياء الذين لديهم رصيد مالي في البلد الذي يهاجرون إليه راكبين الطائرة، ولكن في عيونهم جميعا نظرة حزينة تذكرني بالأمثال الشامية كالقول: من غادر داره قل مقداره. كثير من مهاجري القوارب يرحلوا ربما هربا من القمع أو الحرب، أو حالما بالثراء والعلاج المجاني وبطاقة الإقامة السحرية التي تتيح له ذلك في أوروبا. والسؤال الذي يلح علي دائما هو: لماذا لا نجعل من أوطاننا أماكن صالحة للحياة الكريمة ونتمسك بها بدلا من الهروب إلى بلاد الآخرين بحثا عن الأمان والديمقراطية والمال وحتى الكهرباء؟ العرب الذين نجحوا في الغرب من المهاجرين نرى في عيونهم حزنا يثير حزن من يحدق جيدا في قاع عيونهم، فالعين نافذة على الأعماق. ذلك الحزن في عيون كل مهاجر لسبب ما يذكرني بقصيدة الشاعر اليوناني كافافافي، وتقول لنفسك: سوف أرحل إلى بلاد أخرى، إلى بحار أخرى، إلى مدينة أجمل من مدينة هذه. لا أرض جديدة يا صديقي هنا، ولا بحر جديدا، فالمدينة ستتبعك، فهل بيننا من لم تتبعه مدينته الأم حتى إلى أحلامه الليلية؟ كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية كلف 32 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب. وعنون موقع الروسي مطاردة الساحرات كلفت الخزينة الأمريكية 32 مليون دولار. وقال موقع شبكة آرتي الروسية: حسب الوثائق الجديدة يجري الكشف عن نوعين من النفقات التي تم تخصيصها للتحقيق الذي استغرق عامين، حيث تم تخصيص حوالي 16 مليون دولار مباشرة لمولر شخصيا ومثلها لمكتبه والعاملين فيه. ويطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة وصف مطاردة الساحرات على التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووفقا لنتائج التحقيق أكد مولر مزاعم التدخل رغم أنه لم يعثر على أي دليل يثبت التواطؤ بين ترامب الفائز في الانتخابات وروسيا التي نفت مرارا وتكرارا أي تدخل لها في هذه الانتخابات. طفل صغير في الثامنة من عمره مع أمه في محطة قطارات فرانكفورت، فجأة يدفعهما رجل إريتري نحو سكة القطار. الأم تنجو لكنها تخسر فلذت كبدها. لهذا الحادث تأثيرات بالغة على المسلمين في ألمانيا، حيث بدأت ردود الفعل تتوالى. وعنون الدي دبليو: تحذير عنصري صادم ضد المسلمين في محطة قطارات في هامبورغ. الركاب الألمان في محطة قطارات بهامبورغ تلقوا تحذيرا عبر مكبرات الصوت يطلب منهم الابتعاد عن المسارات والرجوع إلى وسط المحطة حتى لا يحدث اعتداء إرهابي آخر من قبل مسلمين. وقال الموقع إن العديد من المسافرين ومستخدمي القطارات في ألمانيا باتوا يفضلون الآن انتظار وصولها بعيدا عن مساراتها بدافع الخوف لشعورهم بأن أحادث الدفع يمكن أن يحدث لأي منهم. وفي لقاء أجرته الصحيفة الألمانية مع واحدة من الركاب الذين كانوا بالمحطة وتدعى آنا لينا، وصفت الراكبة الإعلان بأنه صادم، ليس لأنه فقط خاطب الألمان بشكل حصري، ولكن لربطه بين الإسلام وحادث فرانكفورت. وتحقق الشرطة الألمانية حاليا في الواقعة، حيث تقوم بفحص تسجيلات الكاميرات في المحطة والتأكد من نص الإعلان الذي أبلغ عنه بعض الركاب. أزمة التنوير اليمني. تحت هذا العنوان كتب أيمن نبيل مقاله المنشور في موقع المدينة، مضيفا في جزء منه: إنجازات ثلاثة أجيال طوال 100 عام في التنوير والتحديث والعمل الثقافي والنضال يجب أن تحترم وتدرس. النظر إلى الماضي على أنه فشل وظلام حكم غير صحيح، كما أنه يتسبب في قطيعة تمنع تراكم الجهود واستيعابها. وتراكم الخبرات والأفكار شرط مهم من شروط التنوير. لا أحد سيخترع العجلة في هذا المضمار، وكل من سيبدأ من الصفر حكم على نفسه بتفاهة الغرور وعلى مشروعه بمستقبل عنصري في حال نجاحه أساسا. ولكن يجب أن يرافق هذا الاستيعاب لجهود الماضي اليأس النهائي من النخبة الحالية. ما وضعنا الآن إلا تجسيد لفشله التاريخي،
أيا كانت مقاصده ومع الاعتراف بمجهوداته. أثبتت الحرب حقيقة واحدة، جميع المشاريع التسلطية والمعادية للعقل في اليمن فشلت فشلا ذريعا على المستويين الاجتماعي والأخلاقي، الطائفية والجهوية والعنصرية والأصولية والسلطوية. وفي مناخ كهذا يمكن لتنوير جديد أن يتخلق ويتجذر اجتماعيا وسياسيا، إذا استحضر حقيقة أن التنوير لا يعرف اليأس، لا لأنه غير إنساني، ولكن لأنه لا يعرف أمل الاكتمال أو علامات النجاح النهائي. ولأن التنوير في كل العالم يجابه التحديات. في العالم ما بعد الصناعي يقف التنوير أمام تحد مزلزل، الشعبوية والعنصرية ومعاداة الديمقراطية ورفض الحريات الجنسية وتدمير البيئة وإفقار المجتمع ومعاداة الأخلاق في العلم. لقد قال إيمانويل كانت أن عصره ليس عصرا متنورا، ولكنه عصر التنوير، وهذا يصح على اليمن بالأمس واليوم وغدا، لأن عصر التنوير لا ينتهي. أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية أن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو تخلى بصفته الرسمية عن الجنسية الأمريكية. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية صونا وعنونت صحيفة الشرق الأوسط، الرئيس الصومالي تخلى عن الجنسية الأمريكية. وأضافت الرئاسة في بيانها أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأمريكية كانت تجري لمدة وأنها استكملت الآن. وأشارت الرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استفاد خلال تلك المدة خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، كما تقلد في عام 2010 منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية. وينص الدستور الوطني المؤقت على أن المواطن الصومالي يجوز له التجنس بجنسية بلد آخر، لكن رئيس الجمهورية الحاصل على الجنسية الأمريكية أعلن بصفة رسمية تخليه عنها دون توضيح الأسباب. منذ يومين ركز الإعلام البريطاني على نحلة قادمة من تركيا، وأفردت معظم المواقع صفحات خاصة للحديث عن النحلة التركية. نطالع من البي بي سي، النحل البريطاني مهدد من نحلة تركية غازية. وقالت البي بي سي ربما يتعرض النحل البريطاني للتهديد بعد أن أحضرت أسرة من مدينة بريستول بطريق الخطأ نحلة غريبة معها عبر رحلة قادمة من تركيا. وظلت النحلة التركية على قيد الحياة مسافة تقارب 2000 ميل، وهي مخبأة في حقائب الأسرة قبل أن تهيئ لنفسها شراقة غير عادية في أريكة غرفة زجاجية في حديقة المنزل. ولكن النحلة التي يعتقد أنها من فصيلة أوسمايا أوفوسيتا اختفت الآن عن الأنظار. وقال علماء لدى الحكومة إنهم سيحاولون العثور على النحلة لتحديد نوعها رسميا قبل القضاء عليها. المشكلة التي يركز عليها الإعلام البريطاني أن النحلة اختفت قبل أن يتمكن العلماء التابعون إلى هيئة صحة الحيوان والنبات في بريطانيا من العثور عليها وتحديد هويتها. مايكل هانت من جمعية النحالين في مقاطعة غولستشير قال إنها جني في قمقم، وإذا خرجت فلا سيطرة عليها. وقال متحدث باسم هيئة صحة الحيوان والنبات ما زلنا يقظين ونعمل مع وحدة النحل الوطنية وشبكتها من المفتشين المنتشرين في البلاد لمراقبة الوضع، داعين البريطانيين المسافرين إلى البقاء يقظين حينما يعدون حقائبهم للسفر أو للعودة من السفر إلى بريطانيا للحيلولة دون دخول أنواع أجنبية من الحشرات إلى البلاد. جمال حسن يكتب عن جزء مما يحدث في عدن، المدينة التي كانت ملاذ الخائفين عندما يتوحش فيها من أتوا من مناطق أبعد ممن يطردونهم. التاريخ يكرر نفسه في ذات الشوارع ولن يتوقف يوما، ويقول جمال في مقال تنشره بلقيس. تم إيقاف شماليين عند مدخل عدن أمس الأول في نقطة تتبع الحزام الأمني، منع النساء والرجال والأطفال لمجرد أنهم شماليون، حتى أولئك الذين لديهم وثائق سفر أو حالة مرضية. تم الهجوم على مواطنين أصحاب بساطات وباعة عاديين فقط لأنهم شماليون، وكأن الصاروخ خرج من بسطة خيار كما قال صديقي. تمت عملية التحريض وفق عملية ممنهجة، لم يكن هناك الكثير من الإشارات إلى الحوثي في خطاب المجلس الانتقالي وقيادته،
واتجه التحريض ضد الشماليين كمتواطئين في الجريمة. بالتأكيد لدى الحوثيين عيون في عدن وفي كافة المدن التي ليست تحت سيطرتهم، لكن ليس بالضرورة الشماليون، بل على العكس غالبا سيكونوا من أبناء المدينة، وهذا على علاقة بنزع الشبهة، لكن من المحتمل أن لديه متعاونين داخل المعسكرات نفسها. صاحب البسطة لا يستطيع أن يعرف بدقة وجود عرض عسكري أو احتفال، ولن يعرف منطقة تواجد القيادي أبو اليمامة وبتلك الدقة. ما جرى أن هناك إجراء ممنهجا تتبناه قيادة المجلس الانتقالي لتحويل أي مشكلة إلى جريمة ارتكبها الشماليون. وعمليا ليس كل من خرجوا مجرمين، لكنهم متحمسون مسهم جنون التحريض ضد كل ما هو شمالي. لكن قيادة المجلس الانتقالي وجميع المحرضين يتحملون تبعات أي عنف يتعرض له مواطنون لاعتبارات الهوية. مواطنة تشكو أنه تم ترحيل زوجها لأنه شمالي وبجانبه أخوها العدني، فقط لأن ملامحه حسب قول الجنود في الحزام الأمني شمالية. الخطورة أيضا التحريض المباشر بالقتل والتحريض غير المباشر من قيادات في المجلس الانتقالي. هذه القضايا أخطر من الحرب المباشرة بين الأطراف المسلحة. أن يتم تفتيش هويات الأشخاص أدركوا أنها أصبحت حالة يمنية يمارسها المسلحون بمن فيهم الحوثيون. من أين أنت؟ أول سؤال يتم توجيهه في النقاط، سواء كانت حوثية أو انفصالية. كالعادة جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية، والتي وثقت عددا من الأحداث من مناطق مختلفة حول العالم. نتابع. رسامو الكاريكاتير يمتلكون وجهة نظر خاصة في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا الأخيرة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.